لحد سبتمبر 2004 تقريبا مع 4 ديال العشيه، البوليس ديال اي سايد في انجلترا وصلتهم واحد المكالمه باش يديروا واحد الفحص روتيني لعند زوج ديال الازواج اللي هما متقاعدين اللي كيسكنوا في واحد الفيلاج اللي سميتو ميرينغ واللي تابع الميرسي سايد، واللي هي واحد القريه اللي تيسكنوا فيها الناس اللي مرتاحين ماديا وهاد او خضره وزوينه. فالمتصل هنا كان هو الجار ديالهم ديال هاد الكوبل المتقاعد واللي ما شافهمش مده من الزمان، وباللي ساعي البريد كل مره كان تيجي كيبغي يعطيهم شي بروصلاتهم ما تيلقاهمش، حتى تجمعوا عليهم بزاف ديال الرسائل البريديه وحطها لهم غير من تحت الطوموبيله ديالهم البورش. قال لهم الجار بانه دق الباب ولكن حتى شي حد ما كيجاوب. من بعد واحد 20 دقيقه غادي يوصلوا البوليس وهم داخلين مع الطواله ديال الدار ديالهم واللي حداها الجرده، غادي يشموا واحد الريحه اللي هي اعزكم الله كانت خانزه. طلعوا من الشرجم بان لهم الدبان بزاف. هنا قرروا باش انهم يرفرقعوا هذا الباب وغادي يكتشفوا واحد المشهد اللي كان فظيع. الارض كانت مغطيه بالدبان وطلع حتى مع الحيوطه، اما ريحه كانت لا تستحمل. البوليس ديك الساعه قدروا باش انهم يكتشفوا سبب هذه الريحه منين جات وكيفاش. مالين الدار اللي هما سيدني بلاكويل اللي عنده 72 سنه ومرته جاكلين اللي عندها 61 سنه. الزوج بلاكويل كان متكي على واحد الكرسي وهو ميت جثه هامده، اما مرته جاكلين كانت طايحه في الدخله ديال الحمام. الجثث ديالهم تحللوا بسبب داكشي اللي تعرضوا ليه لواحد المده زمنيه اللي هي شويه طويله. هنا البوليس فين فهموا باللي هادشي اللي هما في وسط منه مسرح الجريمه، وباللي ما خصهمش يزيدوا يتعطلوا ويحافظوا على المسرح كيف ما هو، ويعلموا به الجهات المختصه من شرطه علميه الى ما اخره. فالسؤال هو علاش تقتلوا هاد الزوج ديال المتقاعدين في هاد الفيلاج اللي هو هادئ وبعيد على المشاكل والصراعات وفيه ناس نقيين؟ سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. سيسعدني انني نتلقى بكم من جديد وغادي نكون اسعد اذا فرحتوني بالضغط على زر الاعجاب كهديه منكم ليا على اجتهادي باش انني نبقى حاضره معكم نهاريه نهار لا واخرها جد صعيبة. ايضا باش ما ننساش بغيت نشكر كل شخص اللي تفاعل مع اخر حلقة نتاع هذه حكايتي، كل من تواصل معايا في الخاص وعطيته النمرة ديال لمياء الله يتقبل منكم هذا الاجر، واللي دعا معاها الله يجازيكم بالخير. اختاريت اليوم باش انني نرتاح في هذه الحلقة اللي هي من القضايا والجرائم ساعة حتى هذه الحلقة لقيتها شرشمات لي المشاعر. المهم ما نتعطلوش اكثر وخليني نقول لكم لنبدأ. سيدني وجاكلين كانوا تعرفوا على بعضهم في ايام الستينات لما كانوا شباب. سيدني كان عنده واحد البوست اللي هو كبير في ليفربول واحد المدينه اللي كاينه في انجلترا، وكان مزوج بمراه واحده اخرى. كان تعرف على جاكلين اللي حتى هي كانت مزوجه من راجل واحد اخر، ولكن عمر ما وقع بيناتهم شي حاجه، كانوا مخلصين لازواجهم. دازت السنوات وكل واحد فيهم شاف فيهم. من بعد 20 سنه غادي يتطلق سيدني، اما جاكلين تلقات قبل منه بعشر سنين. القدر اراد باش انه سيدني وجاكلين يتلاقاهم بعد 20 عام. سنة 1983 هاد الزوج كانوا تيخدموا في واحد المحل في نفس المدينة. جاكلين كان في عمرها 42 سنة وسيدني كانت عنده 53 اللي كان كونطابل. عمر شي حد فيهم فكر بلي انه شي نهار غادي يبغيو بعضهم او ليأسسوا شي عائلة. سنة 1986 جاكلين وسيدني غادي يجيبوا اول ولد ليهم واللي سماوه برايان. كانوا كبار في السن وما كانوش متوقعين او منتظرين هذا الامر، واذا جابوه في هذا السن اكيد غيكونوا في الشين بزاف. هاد العائله اللي غادي نسميوها ذا بلاكويلز كانت حريصه على الصوره ديالها باش انها تكون مزيانه، ولهذا غادي يمشيو يبدلوا العقد او الشهاده ديال الميلاد ديال برايان اللي كان فيها باللي انه تولد خارج اطار الزواج. برايان من بعد ما دار عامين ذا بلاكويلز اللي هما والديه غيشري واحد الدار في الفيلاج اللي سميتو بيتوغيسك ديال ميدينغ، واحد الفيلاج اللي هو هادئ وزوين وخضر. فهاد الوقت عائله البلاكويلز كانوا تقريبا متقاعدين وكانوا مرتاحين ماديا ولكن ماشي اثرياء، كانوا عندهم فلوس اللي يقدروا يعيشوا بهم ويتحركوا بهم فين ما بغاو. كانوا معروفين في ذاك الفيلاج بلي انهم اباء لهم نشيطين. جاكلين كانت مراقبه ورد البال لولدها برايان مع من كيدخل ومع من كيخرج، وكانوا حريصين على التربيه ديالو. برايان تيكبر وبحال اغلبيه الاباء كان نهارهم كيدوزوه معاه. برايان كان لاعب واعر في التنس وكان كيدوز وقت بزاف في الكلوب باش انه يتحسن. بلاكويلز كانوا مرتاحين في هذه البيئه الجديده ديالهم. لمده 18 سنه كان عندهم واحد الروتين اللي هو مريح ومرتاحين مع جيرانهم. جاكلين كيعجبها باش انها تهلا في الجرده ديال دارها، وكل مره كانت كتجيب نبته جديده. كانوا مره ايضا كيسافروا في العطل لاسبانيا. 2004 هاد الزوجان غادي يشدوا التقاعد ديالهم رسميا.
ولكن برايان مازال ما سالاش قرايته. فاش درت 18 سنه كان لاعب محترف وتقبل في جامعه معروفه باش انه يدرس فيها الطب على امل انه يتخرج طبيب جراح. جاكلين اللي هي الام ديالو ديما كانت كتعاود لصحاباتها بلي انه برايان موهوب وغادي يكون حسن من داكشي اللي كيتمناو فيه وبلي غادي يكون شي حاجه كبيره، كانوا مفتخرين به. ولكن سيدني وجاكلين ما كانوش عارفين بلي انهم عمر ما غادي تكون عندهم ديك الفرصه باش انهم يشوفوا ولدهم بطل وتحقق احلامه. حيت كيف عرفنا انه في بدايه الحلقه تلقاو ميتين في دارهم، البوليس غيعطيو هذه القضيه للمفتشين ديال ليفربول. فهذيك الليله اللي توصلت بها الشرطه بالمكالمات الهاتفيه من عند الجيران وقالوا لهم بلي انهم جيرانهم غادي يكونوا غالبيا مقتولين، فالبوليس شكوا وقالوا غالبا واحد غادي يكون قتل الاخر، حيت هذوك هما الشكايات اللي مولفين كيجيهم. لما جاوا المحققين لمسرح الجريمه لقاو بلي الجثث تحللوا، وهذا الشيء غادي يعطل عليهم البحث ديالهم حيتاش ولا صعيب باش انهم يتعرفوا كيفاش تقتلوا. الجثث كانوا تما اسابيع، وحيتاش تحللوا ولاو مغطين بالدبان في الاول كانوا اعتقدوا بلي انهم تقتلوا بشي قرطاس، ولكن لما زادوا تعمقوا في البحث في مسرح الجريمه لقاو بلي انهم ما تقتلوش لانهم ما تقتلوش بالقرطاس ولكن بالضرب والطعن. المحققين غادي يستوجبوا الجيران في الوقت فاش كانت الشرطه العلميه كانت كتقلب على ادله في مسرح الجريمه اللي هي الدار واللي كانت من أسوأ مسارح الجريمه. هادشي اللي كانوا كيقولوا المحققين، الجثث اللي كانوا حالتهم ومعرضين لواحد العنف اللي هو كبير، والحيوطه كانوا مرشوشين بالدم كيبينوا باللي الشخص اللي ارتكب هذه الجريمه كان عدواني. سيدني كانت عنده واحد الضربه كبيره في راسه و43 جرح بالسلاح الابيض في الجزء العلوي من الجسد ديالو، وجالس في الكرسي ديالو، وعلى رجليه كان واحد الكتاب وفوق منهم النظاظر ديالو، ولقاو انه تعرض لواحد الهجوم من اللور ديال راسو. اما جاكلين تضربات في الراس وعادت لا يحصى من الجروح والطعنات بسلاح ابيض، وحتى هي تضربات في نفس الغرفه فين كان فيها رجلها، والمجرم جرها حتى المرحاض وحطها تما في لقاوها المحققين. المحققون ما لقاوش السلاح باش ترتكبت الجريمه، ولكن عرفوا نوعا ما كيفاش هذا المجرم دخل الدار. كان واحد الشرجم مهرس من الداخل ديال الدار، واستنتجوا لانه كانت عمليه السرقه اللي ما توفقش فيها هذا المجرم، ولكن هذا المجرم ما سرق والو، يعني ماشي هذا هو الهدف ديالو، وهذا الاستنتاج كان ماشي صحيح. اذا شي حد جاي يسرق وتلقى مع منظر يقدر يقتلو، ولكن العنف اللي لقاوه في ديك مسرح الجريمه خلاهم انهم يبعدوا نهائيا هذا الاحتمال، لانه ما غاديش يكون من طرف سارق، حيت كيف قلت لكم كان هجوم عدواني. هاد القاتل ما قتلش هاد الكوبل حيتاش كيكرههم وصف، ولكن قتلهم حيتاش عارف بلي انه غادي يشبع واحد الرغبه نفسيه عنده اللي غادي يحقق بها شي حاجه. المحققين غادي يلقاو دليل واحد اخر في الجرده ديال الدار، بحال شي مجمر كبير ديال النحاس حرق فيه المجرم هذا الدليل، ولكن يقدر تكون هاد العائله هما اللي كانوا شعلوا العافيه. حيت هاد المجرم اذا مثلا بغى يتخلص من شي دليل ما غاديش يكون يتخلص منه في وسط الدار حيت ما عارفاش مزيان، يعني اكيد الشخص اللي دار هذا الشيء غادي يكون عارف البلايص مزيان. فاش البوليس مشاو يسولوا الجيران تاع البلاك ويلز واش لاحظوا شي عافيه ولا دخان خارج من الدار، علما انه هاد العائله شهر وهي غابره، غادي يقولوا لهم بلي لا ما شافوا والو. فباش يتاكدوا البوليس ديال ليفربول غيعيطوا على طبيب اخصائي في تحليل الجثه اللي داز عليها شهر، حيتاش من بعد اسابيع على تحليل الجثه صعيب باش انه الطبيب الشرعي يقول بالضبط فوقاش كانت الوفاة. وبسبب الدبان اللي كان في الدار غادي يعيطوا على عمال شرعيين اللي متخصصين في العالم ديال الحشرات واللي كيدرسوهم، زعما كيدرسوا فوقاش هاد النوع ديال الحشرات بانوا على الجثه، فهما بدورهم فاش غيدرسوهم غيعرفوا فوقاش بالضبط ديك الجثه ماتت. اثناء البحث ديالهم واحد الجار تفكر بلي انه شاف مؤخرا انه الوالدين كانوا مناقشين مع ولدهم برايان، برايان اللي كان الولد الوحيد والحديث الوحيد عند والديه، وكانوا مفتخرين به بزاف دائما على فمهم. فقبل ثلاثة ديال السيمانات قبل ما يتلاقاو الجثة برايان جا عندهم، ولكن ما قدرش يدخل الدار انه والديه مشاو لاسبانيا والدار كانت مسدودة وما عندوش السوارت، فبيد ما يجي وغادي يمشي يجلس عند العائلة ديال امل اللي هي الصديقة ديالو. قال بلي انه حاول يتواصل معاهم ولكن حتى حد ما كيجاوب، ما شكش الجار حيتاش كان عارف بلي انه البلاك ويلز كانوا غادي لاسبانيا، وبرايان حتى هو كان تيوجد باش انه يمشي للجامعة، ولكن داك الوقت كان شويه غريب. المحققون شكوا في هذا الشيء حيت البلاك ويلز كون كانوا غاديين كانوا غادي يعلموا هاد الجار بحال ديما باش انه يحضي لهم الدار او يعلموا ولدهم باللي انهم غاديين. وهنا كيخلينا نطرحوا واحد التساؤل، زعما يكون براين متورط في هاد الجريمه صعيب انهم يشكوا فيه حيتاش ما عليه حتى شي دليل اللي كيبين باللي انه يقدر يدبر لهذا الشيء في والديه. فهو تيقرا في واحد من افضل الجامعات في المملكه ويلا سنا واحد العقد مع نايك باش دعمه، علاش غادي يقتل زعما والديه
وهم من اكبر المعجبين ديالو، ولكن ما لاحظتوش لحد الساعه انه مازال ما بانش لينا الاثار ديال براين. المحققون غادي يمشيو للدار ديال الصديقه ديال براين واللي هي امل، اللي بينها وبينه علاقه قويه وكانوا تعرفوا في المدرسه وبغاو بعضهم، حتى والديها بغاوه لانه كان من عائله مزيانه وناجح في حياته بشكل رهيب، وما بقى ليه والو باش انه يكون لاعب محترف في التنس. فبراين تيعيش مع امل عند والديها فواحد المدينه اللي ما بعيداش على فين تيسكن والديه. براين كان تيشارك كل شيء مع امل، عاود لها على العقد اللي سنى مع النايك وبلي انهم عطاوه فيه واحد الشيك اللي هو كبير. امل كان بالنسبه ليها براين الحب المثالي. فالبوليس فاش غادي يمشيو للدار عند امل ما غاديش يلقاوهم. هنا استغلوا الفرصه باش انهم يسولوا والديها ويقولوا لهم الاخبار ديال والدين براين واللي تصدموا من هذا الخبر. زائد على هذا بالنسبه لهم براين هو الشاب المثالي مزيان من جميع النواحي. والديها قالوا للمحققين بلي انه براين كان مبرع بنتها بالكادوات وداها تشوف واحد الطوموبيل مرسيدس اللي عاد شراها، من بعد داها لواحد البلاصه فين تبيع الطوموبيلات وبانت لها واحد بورش وسولها واش بغاتها. هذا النوع ديال الطوموبيلات اللي كان بالنسبه ليها هي شي حاجه ديال لوكس، فاخترت واحد النوع واحد اخر اللي هو اقل منها شويه، غادي يهدي لها هذا النوع من الطوموبيله مع مجوهرات واحد اخرين اللي هي غادي توريهم لامها. امها طلبت منها باش انه تقول لبراين يعطيه واحد الفاتوره باش شرا دوك المجوهرات باش تزيدهم في عقد تامين المنزل. كرم براين ما غاديش يتحبس هنا، غادي يقول لأمل بلي انه غادي يشارك في واحد البطوله في ميامي وما كراش باش انها تمشي معاه. بطبيعه الحال كانت فرحانه وهو غادي يخلص كل شيء من عنده، اولا الشركه ديال نايك هي اللي دعماه هي اللي تكلف بكل شيء. فرحات حيتاش واخيرا غادي تشوفو كيلعب. والديها غادي يخليو بنتهم ديال 17 سنه تسافر مع الصديق ديالها اللي عنده 18 سنه ليلة ديال 25 يوليوز، 6 ديال السيمانات قبل اكتشاف الجثة ديال بلاكويل، براين كان عند أمل. إلا خدت ليه الصباح غادي يمشيو الصباح بكري لنيويورك على أساس أنهم يدوزوا يومين تما قبل ما يمشيو لميامي. غادي يسافروا في الدرجة الأولى وطلبوا أحسن الخدمات في الطيارة. وصلوا لنيويورك ومشاو كراو واحد الجناح على قدو في أوتيل مشهور، جناح اللي ما كيشدوه غير رؤساء ديال الدول بخدمات بوحدهم وتفاصيل واحد آخرين. الليلة الوحدة كيدوزوها بزوج ديال المليون مغربية. كانوا غادي يجلسوا على اساس نهار ولا يومين حتى غادي تولي لايام. قال ليها بلي انه ساءت الاحوال الجويه ديال ميامي وبلي لغاو البطوله وما تلاش غادي يمشي، ويمكن لهم دابا انهم يستغلوا هاد العطله ديالهم انهم يمشيو يشوفوا شي بلايص واحد اخرين يكتشفوهم. امل عيطت على والديها علمتهم وقالت لهم بلي انه البلان تبدل وغادي يزيدوا يطولوا في التسافيره ديالهم اللي مخلصها عليهم داك العقد اللي سنى مع نايك. دوزوا 3 ايام في نيويورك، من بعد دا امل فلوريدا والبرباد والفرانسيسكو. هاد الوقت كله برعها ويسحب ليها بلي انه غادي يطلبها للزواج، داكشي باش تيدير هادشي كله. نهار 12 اوت غادي يرجعوا لبلادهم من بعد ما البوليس لقاو الجثه نتا والديه. امل وبراين وصلوا خداو الطاكسي في المطار ومشاو عند والديه، ما لقاش عنده السوارت. ومع امل كانت متحمسه باش انها تعاود لوالديها كيف داز السفر، قالت ليهم يمشيو لدارها. امل في هذا الوقت ما كانش عارفه بلي انه والديه مقتول لداخل في الدار. في هذه السفيره ما يمكنش براين يكون رجع باش انه يقتل والديه، واصلا هو ماشي من هذا النوع وكان طول الوقت مع امل، فصعيب انه ينفذ هذا الامر خصوصا في هذاك الفيلاج اللي يدير بحال هكا كلشي معروف وصغير. براين هو امل وصل لدارها، دخلوا غادي يلقاو البوليس، شدوا براين وداوه لواحد البيت معزول وقالوا ليه بلي انه لقينا والديك مقتولين. تصدم وقال لهم لا ماشي هما، حيت انا والديا راه كاينين في عطله في اسبانيا. هاد الوقت كله وهو مع الصديقه ديالو عند باله بلي انه والديه مسافرين. من بعد غادي يسول المحققين واحد السؤال غريب اللي غادي يخليهم يشكوا في كلامه. سولهم واش تيكون البرد في الحبس، هاد الجمله خلاتهم يشكوا علاش ما رجعش للدار فاش جا من نيويورك، وخلاتهم باش انهم يشكوا بلي انه مخبي شي حاجه. المحققين غادي تجيهم تحليلات من الطب الشرعي واللي فيها 30 طعنه عند سيدني اللي هو الاب ديالو و20 طعنه عند جاكلين اللي هي الام ديالو، تقتلوا بالطرقه وبموس. اما الحشرات اللي تجمعوا على الجثث لقاو بلي انهم جاو على 6 ديال السيمانات. الجثث تلقاوهم نهار 5 سبتمبر و6 ديال السيمانات قبل باش وقعت الحادثه، يعني ممكن انه في 25 يوليو فاش وقع هذا الشيء، نهار فاش سافر فيه براين وامل للولايات المتحده. ممكن براين يكون هو اللي قتل، ولكن علاش؟ فالبوليس غادي يمشيو يقلبوا من مورا شكون هذا براين. اول حاجه غادي يمشيو لها هي الجامعه اللي تيمشي ليها، كلشي تيقول عليه بلي انه انسان ذكي وعنده سمعه مزيانه ومعروف عليه بلي انه رياضي. من بعد غادي يمشيو يسولو على المسيره ديالو في التنس
وهنا غادي تصدموا. داك النادي قالوا ليهم بلي انه هو لعب مزيان واحسن واحد في الفرقه، ولكن كان بعيد بزاف على انه يكون اول واحد في الترتيب، كيف تيقول هو لكل واحد اللي ضير به، واصلا ما عمر شي شركه تبناته، وما عمر ما كانش شي بطوله ديال التنس، وهذا الشيء كله كان اختراع من عنده. والسؤال هنا هو اذا ما سناش العقد مع نايك منين جاو هاد الفلوس كلها؟ المحققين غيمشيو يفتشوا الكونت ديال بلاك ويلز، ولقاو بلي انه براين خدا المدخرات ديال عائلته اللي كانوا مخبينها ليه باش يكمل قرايته، ونجح في انه يحول واحد المبلغ كبير للحساب ديالو. فقبل ما يموت والديه، براين غادي يطلب باش انه ياخذ واحد البطاقه من البنك في الاسم ديال والديه ويقدر يتصرف في الكونت ديالهم. جاكلين بلاكويل هي الام ديالو، غادي تواصل مع البنكه باش تقول لهم لانه وصلتها واحد الورقه اللي خاصها تعمرها باسم ديال براين باش انها توصلوا شي كارت بونكير، وحذرتهم بلي انه واخا يقول لكم اللي كان او اللي يدير اللي كان، ما تسمحوش ليه انه يوصل للحساب ديالنا حنا كوالديه او تعطيه شي كارت ديال الكريدي. براين بغى يدخل الكونت ديال والديه يتصرف فيه، امه عاقت به، كانت تسحب ليه بلي انه عنده الحق يتصرف في الفلوس ديال والديه، وفاش مو منعته تصرف بهذه الطريقه، وهذا الشيء اللي خلى المحققين انهم يشكوا فيه كشخص اول. والسؤال اللي كيجي من بعد هو واش امل في راسها واش عاوناتو، حيتاش عليها على من صرف دوك الفلوس. كيقولوا المحققين بلي انه في الاول امل ما تيقاتهمش فاش جابوا لهاد الخبر، وطلبت منهم الدليل على هاد الكلام اللي تيقولوا في حق براين، وما عارفاش الحقيقه من ورا وجه براين البريء، حيتاش كانت كتصدق اي حاجه كان كيقول ليها. لما كانت كتدخل على الانترنت كتقلب على شي مقاله كتقال في حقه، ما كتلقى والو لا عليه لا على الانجازات ديالو لا على العقد اللي سنا مع نايك لا والو، ولكن براين كان مقنع لدرجه انه ما كيخليش الشك ياثر فيها، كان تيزور الوثائق وكيجيبهم ليها، لدرجه انه زور واحد النهار الورقه اللي فيها رفع من المستوى ديالو في التنس باش يبان بلي انه هو الاول، حتى من المجوهرات اللي كانت تهديها على اساس انهم ذهب والماس، من بعد غادي تكتشف بلي انهم ماشي بالصح ولكن غير باش يغويها، حيتاش الفاتورات اللي كانت كتطلب امها منه عمر ما جابهم. تصدمت فاش عرفت هاد الشيء، ولكن ماشي بوحده اللي كانت مصدومه، اي واحد داير به كان تغر بالمظهر ديالو. براين من بعد ما رجع مع امال حطها وحط حوايجو عندها ومشى. المحققين غادي يقلبوا حوايجو الشخصيين اللي عندها في الدار اللي عند والديها، غادي يبداو بالبيت فين براين كان تيدوز الوقت ديالو، ما لقاو حتى شي حاجه. من بعد غادي تفكروا الوالدين ديال براين باللي انه براين مخلي شي ساك ديال سبور عندهم في الكراج. فعلا المحققين غادي يهبطوا غادي يحلوه وغيلقاو الصدمه، لقاو فيه واحد المطرقه اللي هي نفسها باش تضربوا البلاك ويلز اللي باقي فيها الشعر والدم. وهنا البوليس لقاو شي حاجه اللي كتربطهم براين مع مسرح الجريمه، غادي يلقاو حتى السوارت نتاع الدار، علما انه كان قال لهم بلي انه ما يقدرش يدخل حيتاش ما عندوش السوارت. وهنا فين تيقنوا بلي انه هو المول فعلا وبلي اختار هاد القصه كلها باش يبعد عليه الشكوك. البوليس دابا مستعدين باش انهم يشدوا براين، ولكن غادي يتصدموا مع الزوج شاهدين في واحد المنطقه قريبه فين تيسكنوا، غير هذيك المنطقه عالم مختلف، واللي طلب منهم باش انهم واش يبغوا يحرقوا الدار نتاع واحد التاجر المخدرات. بعد الشهاده البوليس قرروا باش انهم يبدلوا الاستراتيجي ديال الاستجواب ديالهم لبراين. نهار 6 سبتمبر غادي يعتقلوا براين وبداو كيسولوه مره اخرى، وهنا قرروا باش انه يلعبوا معاه واحد اللعبه اللي هي صغيره بما انه كيحسب عند راسو ذكي، فبداو كيسولوه، فبلاص ما يلعب انه الدور ديال الابن اللي غادي يبكي فبدا كيتعصب عليهم وكان عدواني في الجواب ديالو، وبلي هو هنا كشاهد وماشي مشتبه، ما كانش على باله بلي انهم عرفوا الحقيقه وراه السوارت باش يخربقوه باش يضطر يقلب على شي شرح. بدا تيصوت وبان عليه بلي انه حصل وطلب محامي، غادي يبرئ للمحققين بلي انه كان في صراعات مع والديه وبلي انهم بغاو ينقصوا ليه من الفلوس اللي كيعطيه وبلي ما قابلينش امل كصديقه ليه. في ديك اللحظه غادي يدخل لبيته ومشى كيلصق في شي بوسترات في الحيط وكان هز في يديه مطرقه، باه جا دفعو وهو باش يحامي على راسو هز ديك المطرقه ضرب بها باه سخف. مو كانت في الكوزينه كان عندها الموس في يديها، فاش سمعت الصداع جات تطلع عليهم. من بعد مو جات الموس من الكوزينه بغات طعنو وهو بغى يحامي على راسو وضربها حتى هي بالمطرقه وطاحت. حاول باه انه ينوض باش يعاود يضربو وهز الموس وهو يطعن باه، اما مو جرها للدوش على اساس انه يكب عليها الماء في وجهها باش تفيق حيتاش ما عرفش شنو يدير ولا لمن يعيط واش هذه هي الحقيقه. براين
قتل والديه دفاعا على نفسه نهار 25 يوليو 2004، حيتاش مولف تيكذب ما تيقوهش المحققين. الطبيب الشرعي تيقول بلي انه باط طعن من اللور، وهادشي تيخلي بلي انه كاع الكلام اللي قال براين كذوب وماشي نتاع شي حد اللي بغى يدافع على راسه. من بعد ما قتل والديه غادي يحرق داك التيشيرت اللي كان لابس فداك المجمار اللي كان في الجرده. اليوم التالي مشى الميريكان كانه حتى حاجه ما وقعت. باختصار مفيد، من بعد سنه على الاعتقال ديالو التحقيقات اللي كانت في 6 يوليو 2005، 5 ديال الاطباء غادي يديروا ليه خبره نفسيه ولقاو بلي انه كيعاني من اضطرابات نرجسيه في الشخصيه ديالو، تيفكر غير في راسو وكان نوعا ما مختل عقليا. يعني تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار سقطت عليه، بالمقابل انه كيعترف باللي ارتكب خطا. ومن بعد غادي يتحكم ب 12 سنه، وابتداء من 5 سنين يقدر يكون مؤهل للافراج المشروط. وهذه هي قضية ديالنا الليلة. هادشي كله اللي دار في والديه واللي دبر ليه في الاخر غادي يعطيو 12 سنة. ما عجبتنيش النهاية نهائيا، مؤلمة، لانه هادشي كله اللي دار في حق والديه اعطاو هاد الحكم. ما كرهتكمش انكم تعطوني الرأي ديالكم في هاد القضية وكيفاش جاتكم، واش يستحق انه يتسجن اكتر، واش يستحق الاعدام، او لحيتاش اكتشفوه بلي انه مريض يستحق باش انه يدوز واحد المدة يبرى بها ويقدر يخرج. في انتظار اني نقرا التعليق ديالكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.